العربية تحظى بالكثير من كنوز التراث الثقافي الوطني، لذلك جاءت هذه الدورة لتعريف المعنيين والقائمين عليها بآلية التوثيق والتعاون لحفظها وتوثيقها وإيصالها للأجيال القادمة. إن مشروع دعم الحفاظ على التراث الوثائقي في المنطقة العربية له أهميته بالنسبة لنا، فهو يدربنا ويمكننا أن ندرب غيرنا حتى نحافظ على هذه الموروثات وتبقى للأجيال القادمة بإذن الله تعالى. في هذه الدورة تعلمت كيف أقيم الكتاب. في عملي من قبل ما كنت أعرف أقيم كتاب، لكن هلا بطريقة الكتابة، نوع الورق، الخط، هذا يساعدوني كثير على العمل، خاصة وأن قيمت أنا كتب في مكتبتي بتاريخ خطأ، لكن هلا بهذه الطريقة وشو تعلمنا اليوم هون راح يساعدني أكثر أعيد تقييم كتبي، خاصة الخط، نوع الكتاب، نوع الورق، نوع الحبر، وكل هذا يساعد أشخاص الذين يجون يبحثون عندي أنهم يكون عندهم تاريخ واقعي وحقيقي للكتاب الذي هم بينينه. في هذه الدورة استفدنا كيفية إدارة المكتبات والمراكز التوثيقية، ففيها كيفية الفهرسة والتصنيف واستخدام كثير من البرامج الإلكترونية، ونتمنى أن تكون هناك في مثل هذه المواد موجودة عندنا في مراكزنا. ستقوم ميثاق بتطبيق المعايير والأساليب الجديدة التي تعلمناها لضمان استمرارية الحفاظ على التراث الوثائقي في فلسطين، كونه تراث إنساني يجب المحافظة عليه والترويج له.